رأيت هذا؟ أصبته بين عينيه. لا، ولكن عندي عشرة زومبي يلاحقونني. كسلان، توجه إلى نقطة التحقق بسرعة. ولكن لا، فات الأوان، حاصروني. لا تقلق أبدا يا كسلان، أنا أحمي ظهرك، أنا هنا قريب منك. الزومبي، هناك كثير منهم، ساعدني رشيد. لقد أصبته. نعم. لقد قضي علي، كان يجب عليك أن تساعدني. انسى أمر اللعبة التافهة يا كسلان، أصبح لدي 1,000,000 متابع على إنستغرام الآن. 1,000,000؟ هذا مستحيل، أنت لا تعرف 1,000,000 شخص، لا؟ ألا تصدقون ذلك؟ هيا تأكدوا. كيف حصلت على هذا العدد من المتابعين؟ ربما رشيد اشتراهم. بإمكاني شراء المتابعين الآن. أنا لم أشترهم، أنت فقط تغار مني لأن لك فقط 20 متابعاً. وما العيب في هذا الأمر يا صديقي؟ على الأقل أنا أعرف متابعي، لا أريد أن يشاهد الغرباء صوري على إنستغرام. وليد، كم من المتابعين لديك؟ 18، وواحد ينتظر دوره، لا أدري هل أضيف خادمة؟ أرأيت رشيد، هذا عدد عادي. وأنت يا كسلان، قل لي كم من المتابعين لديك على إنستغرام؟ ولا واحد. ولا واحد؟ ولكن كيف يمكن حصول هذا؟ ألسنا نتبعك؟ أرني هاتفك كسلان. هذا غريب. أخبرني كسلان، هل تضع صوراً؟ نعم. وهل تزيد الفلتر لتجعل صور أجمل؟ وأخبرني ماذا عن الهاشتاج؟ هل تضيف الهاشتاج لصورك حتى يتمكن الناس من مشاهدتها؟ هاشتاج؟ ليس غريباً ألا يكون لك متابعون، فصورك كأنها صور التقطت خطأً في جيبك، عليك أن تبدأ بوضع صور مهمة. حسبت أنها صور تجريدية. ببعض الصور سنجذب المتابعين. والآن يا كسلان، الكل يحب صور الأطباق الشهية المترفة، وحين يصل الطعام سوف نضع صوره وسيكون لك متابعون على الفور. صور الطعام مملة، السيدات المسنات يضعن صور الأطباق. لا، هذا ليس صحيحاً، فأنا شخصياً أضع الكثير الكثير من صور الأطباق. هذا لأنك سيدة عجوز يا خالد. لست كذلك. بلى. اهدأ، لقد وصل الطعام، هيا لنلتقط الصور فوراً. لقطة رائعة يا كسلان، هذه صور طعام تستحق التتبع. ما عدت قادرا على تناول لقمة أخرى، ولا حتى أنا أيضا. إذا كسلان، قل لي كم متابعا لديك؟ لا أحد بعد. ولكن كسلان، لقد وضعت حوالي 50 صورة تقريبا، كيف لا أحد؟ أرأيت، قلت لك أن صور الطعام تافهة، تعال نخرج ونصور لك بعض الأزهار. ألا يمكننا البقاء قليلاً؟ أنا امتلأت طعاماً. لا يا كسلان، الأمر جدي. بهذا كسلان.
هذا رائع. نراقب هذا. ممتاز. هل التقطت هذا؟ هل التقطت هذا؟ صور رائعة كسلان، ضعها على انستغرام. لا تنسى الهاشتاج يا كسلان. نعم لقد فعلت. حسنا، هل من متابع؟ ألم يضفك أحد؟ لا شيء أبداً، حتى الآن لا شيء، لا أفهم. كسلان اسمع، ربما لأنك لست في الصور. نعم، هذا هو السبب. هيا كسلان، خذ لوحتي وسألتقط لك الصور. حسناً، ولكني لا أجيد اللعب بلوح التزلج. اهدأ، إنه سهل. ابتعد عن الحافة. بخير؟ لا، فروض مدرسية. انظر إلى هذا يا رفاق، الفيديو جذب العديد من المعجبين. انزع، ليس الأمر مضحكا، كاد كسلان أن يؤذي نفسه. لكن انظر كم يحبونه خالد. لا بأس خالد، أظن أني لن أحظى بأي متابع. لا تستسلم، صوري هي سيلفي، ربما عليك تجربة هذا. فكرة جيدة، هيا لنجرب ونلتقط سيلفي للمجموعة. ليس عدلاً على الإطلاق، لقد جربت كل شيء ولم أحصل على متابع واحد على إنستغرام. حقاً؟ أتزيد الهاشتاج؟ نعم، أزيد عليها هاشتاج. أخبرني، هل جربت صور القطط؟ الناس يحبونها. هذه فكرة رائعة نشيط. أين القطة؟ أظنك جالساً فوقها. إذا أنت هنا يا قطة. الآن يا قطة، قومي بشيء ملفت وبصورة سأكسب متابعين على إنستغرام. لا أصدق، لا فائدة، لا يتابعني أحد أبداً على إنستغرام. ما بك؟ انتبه. هي كسلان.
هذه الصور جميلة. لكن نشيط، لا أفهم لماذا لا يتابعني أحد. ولكن هل تفقدت الإعدادات كسلان؟ تفقدت ماذا؟ البرمجة كسلان. انظر، لا عجب ألا تحصل على متابعين، فأنت تضع الصور خارج التواصل. ها، ما الذي تقوله؟ كل صورك خارج التواصل فلا يراها أحد، عليك أن تغير إلى التواصل. رائع، لا أصدق هذا، وأخيرا صار لي متابعون. من هو وحيد القرن الوردي؟ إنها العمة الثرثارة لطيفة. العمة لطيفة؟ لا لا لا، لا أريدها أن تنظر إلى الصور، ستثرثر عني. سوف ألغي الإنستغرام وأتمسك بالواتساب، لم أعد أريد الإنستغرام.